قال الله جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقد مر معنا أن أي أحد يلفظ بلفظ فإنما يمليه على الملكين، والملكان يرفعانه إلى من؟ إلى الله. نسأل الله أن يرزقنا الحياء منه، فكم رفع لنا مما لا نقبل أن لا نرضى أن يرفع إلى الله، لكن نسأل الله الذي ستر أن يغفر، إن ربي لغفور رحيم.